تجميل في البداية لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، وحلقة نجدد من خلال اللقاء بكم في برنامجكم مؤشرات، معي أنا عادل بربع. يجمع منتدى مسك العالمي القادة والمبدعين والمفكرين الشباب مع المبتكرين العالميين لاستكشاف وتجربة طرق حديثة لقيادة التغيير وصنع الأثر، وما يجمعنا أكثر مما يبعدنا مع جيل التغيير. سنوات عديدة على مؤسسة محمد بن سلمان مسك، ومرور 10 سنوات من العطاء وعطاءات نوعية تقدمها لهذا الجيل. معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذ عبد العزيز المونع، مدير عمليات الاتصال المؤسسي والتسويق. حياك الله أخوي عبد العزيز. حياك الله أستاذ عادل، وشكرا لكم الاستضافة. سلمكم الله حية، ونحن نشهد من يعني ملتقى لملتقى ومن فعالية لفعالية، ومسك عبر منتدياتها وصولا إلى 2022 وما قبل 10 سنوات عطاءات متعددة لمؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية. حدثنا عن بعد مرور 10 سنوات من هذه الفعاليات والعطاءات. فعلا أستاذ عادل، يعني عقد من الزمان وعقد من تمكين الشباب وصناعة الأثر تحتفي فيها اليوم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك لذكرى مرور 10 سنوات. 10 سنوات من الرؤية اللي انطلقها صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان سمو المؤسس لهذه المؤسسة التي رسمت ملامح، خلنا نقول أعوام، واحد من صناعة الفرص للشباب، استثمار في القدرات الكامنة عندهم، تنمية مهاراتهم مهنية وشخصية، كل هذا يؤدي إلى تأهيلهم لقيادة مستقبل المملكة، واللي بالفعل يعني مستقبل مشرق، وهذا اللي نشوفه اليوم في الحزمة من المشاريع اللي قاعد تعملها المملكة ومن العطاءات. فلابد إيجاد الشباب القادرين على إدارة هذه الاستثمارات بشكل عام، وكانت اللبنة الأساسية فيها من 10 سنوات، وهذا طبعا يعني يرجع إلى رؤية ساقبة لسمو سيدي الله يحفظه ويطول عمره، أنه كان يستقرأ المستقبل من قبل حتى التحولات الأخيرة. نعم، والآن نشهد نحن يعني المنتدى العالمي لمسك هذا العام. حدثنا عن هذا المنتدى. منتدى مسك العالمي هو امتداد للأنشطة والفعاليات التي تقدمها مسك للجميع. طبعا هو معروف منتدى مسك العالمي بنسخة القديمة، اليوم يعود بشكل مغاير وأكبر، بشكل متحدث من خلال الاستراتيجية الجديدة. استضافة طبعا هو يركز على استضافة متحدثين عالميين، نقل تجاربهم إلى شباب المملكة، الاستفادة من نماذج العالمية في النجاحات وكيف احنا ممكن نسخرها ونوفرها لشبابنا وشاباتنا في المملكة العربية السعودية. احنا موعدين ترى مع متحدثين يعني ان شاء الله على طراز عالي بحول الله تعالى في النسخة القادمة بحول الله تعالى. اما عن جولة مسك، ياريت تعطينا فكرة عنها. جولة مسك يعني كان لزاما واجب أنه يكون في جولة تعريفية لجميع مناطق المملكة تبدأ انطلاقتها من خلال 10 سنوات. الأثر اليوم مستمد دائما، الأثر الإيجابي للشباب والاستفادة من برامج وفعاليات المؤسسة. فانطلقنا الحمد لله في جدة، كان لنا شرف تكون الانطلاقة، وكان لنا شرف بحضور سمو الأمير صاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وتدشينا للجولة من مدينة جدة، وتم الإعلان أمس حتى عن المحطة الثانية لمدينة المنطقة أو مدينة الدمام المنطقة الشرقية. فبحول الله تعالى هذه الجولة هي عبارة عن أشياء توضيحية للتفاصيل حقة الفعاليات والبرامج اللي تقدمها المؤسسة لتقديمها للاستفادة للشابات وشباب الوطن. يعني احنا تركيزنا في الجولة اليوم تحديدا لتفصيل الخدمات اللي تقدمها المؤسسة والنهج القائم عليه والفيجن اللي او الرؤية اللي يقودها سمو سيدي من خلال المؤسسة. نعم، انا اشكرك كل عبد العزيز المونع، يعطيك العافية على هذه الفكرة والجولة الجميلة الرائعة عن الحديث حول مسك، وفالكم التوفيق بعد مرور 10 سنوات، وإن شاء الله نحتفل بمرور 100 عام على مسك بعطاءاتها المتنوعة والنوعية.
بحول الله تعالى أضيف نقطة بسيطة نختم فيها أستاذ عادل. تفضل. خلال 10 سنوات إحنا نتكلم عن حوالي 6 مليون مستفيد أو ما يعني ما يقارب 6 مليون مستفيد. نتكلم عن 6000 ورشة عمل. نتكلم عن 600 برنامج. نتكلم عن 20 مليون زائر لاختلاف الفعاليات. فهذه أرقام يعني الحمد لله استطاعت المؤسسة أن تحققها خلال فترة 10 سنوات. ولسه ما هي الطموح، طموحنا عالي. ودائما يذكر سمو سيدي الله يحفظه القول أنه طموحنا عنان السماء بإذن الله تعالى. كان معنا عبد العزيز الموينع مدير عمليات الاتصال للمؤسسة والتسويق بمسك مؤسسة محمد بن سلمان. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز. شكرا لكم. وما زال حديثنا في مؤشرات مستمر، ابقوا معنا مستمعينا. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونحن في هذه الحلقة لنسلط الضوء على الدورة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ولتقام خلال الفترة من 9 إلى 12 من نوفمبر 2022 باستضافة كريمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية. وتنتظم هذه الدورة بالتعاون والشراكة بين اتحاد إذاعات الدول العربية والهيئة المستضيفة. ومعنا في هذا اللقاء الأستاذ ياسر جرانة، وهو مدير إدارة الإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية إسبو. حياك الله أستاذ ياسر. يا مرحبا وأهلا بكم، وسعداء باستضافة المملكة لهذه الدورة من المهرجان. سلمك الله، ونحن سعداء أن تكونوا مع يعني المملكة وتونس في هذا المحفل وفي تنظيم هذا الحفل وهذا اللقاء وهذه المسابقات والمعرض يعني الفعاليات المصاحبة. إذا ماذا عن استضافة العاصمة السعودية الرياض لهذه التظاهرة الإعلامية العربية الكبرى انطلاقا من المكانة البارزة اللي بتحتلها المملكة في مختلف المجالات ومنها الإعلام إقليميا ودوليا؟ الحقيقة أنه استضافة الهيئة والمملكة لهذه الدورة من المهرجان بينم عن يعني وعي بالحركة الإعلامية في المنطقة بل وعالميا، لأنه المهرجان يعني سم له سمعة طيبة الآن. أصبح الدورة 22 اكتسب خبرة كبيرة ومصداقية كبيرة، لأن المهرجان بيتطور عام بعد عام، وليس فقط على المنطقة العربية لكن أيضا انطلق إلى العالمية بمشاركات عالمية من مختلف أنحاء العالم، الإذاعات والتلفزيونات الناطقة بالعربية يستضيفها المهرجان، مشاركات من الصين إلى كندا مرورا بأوروبا وكذلك أمريكا. فالمهرجان له سمعة طيبة، وهو إضافة للإعلام، وكذلك استضافة المملكة لهذه الدورة هي إضافة كذلك للمهرجان لإضافة عنصر التنوع كذلك والتنوع الجغرافي واكتساب للخبرات في الجهتين من قبل الاتحاد والمهرجان وكذلك من قبل المملكة العربية السعودية والهيئة هيئة الإذاعة والتلفزيون. يعني هو نوع من تبادل الخبرات والاحتكاك، وبالتالي بيصب في مصلحة المهرجان وبيستفيد من الخبرات وكذلك استفادة لجميع الدول العربية. نعم أستاذ ياسر، كيف تصف كذلك استضافة العاصمة الرياض للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون خلال دورة هذا العام، لا سيما أن المملكة والرياض تحديدا في العاصمة تتمتع بحجم وثقل كبير على المستوى الإقليمي والعالمي من عدة نواحي اقتصادية وسياسية وإعلامية وثقافية كذلك وغيرها؟ نعم، هو فرصة للإشعاع بالتأكيد، لأنه المهرجان نفع إلى إضافة الإشعاع له عاما بعد عام، يعني كل عام بيكون هناك إضافة للمهرجان.
كذلك وجود المهرجان في الرياض بالتأكيد نقطة إشعاع أخرى جديدة، وكذلك التبادل كما قلت في الجهتين، لأنه المهرجان بلغ سن رشد العام الماضي، بلغ درجة كبيرة من النضج، يعني المهرجان المناسب في المكان المناسب. نعم، بصفتك أستاذ ياسر مدير المسابقات الإذاعية في المهرجان، ما هي المعايير التي تعمل عليها اللجنة لتقييم البرامج المشاركة بالمسابقة؟ نعم، هي المعايير بالطبع نستطيع القول أنها بالدرجة الأولى معايير جامعة الدول العربية خاصة بمواثيق جامعة الدول العربية، هي البرامج التي تسعى إلى اللحمة العربية وإلى التجمع العربي وعدم بث أي نوع من الفرقة أو إثارة الحساسيات بين الثقافات وبين الشعوب وبين الأنظمة إلى آخره. فبالتالي بنحرص أن البرامج المقدمة للمسابقات تتفق مع هذه المعايير التي نسعى كلنا إليها. هذا إضافة إلى أن الأصناف بتتجدد سنويا، لأنه بنواكب التطور التقني وكذلك تطور آليات البث الجديدة ووسائل التواصل الجديدة. نعم. بنستحدث أصناف تناسب الشرائح المختلفة، خاصة شرائح الشباب التي يعني تستقبل وتتعامل مع الوسائط الحديثة. استحدثنا على سبيل المثال برامج للبودكاست، وهو نمط الجديد للبث عبر الوسائط الجديدة، كذلك لتطلعات الشباب ومواكبة للعصر الدراما في هذه الدورة جعلناها للخيال العلمي لتطلق الآفاق ورحبة إلى الابتكار والخيال والخروج من القوالب التقليدية لإضافة المزيد من التطوير والتحديث وجلب المستمع، لأنه التنافس والمنافسة أصبحت كبيرة جدا. نعم، أبرز التحديات التي عملت عليها اللجنة المسابقات والجوائز الإذاعية لهذا العام ما هي أستاذ ياسر؟ نعم، نطور في آليات عمل لجنة المسابقات من دورة إلى أخرى. بدأنا بالتحكيم عن بعد، باختيار عناصر للتحكيم مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ونرسل لها بالآليات الجديدة وفق منصة متقدمة عناصر البرامج، وكذلك زودناهم بعناصر ومعايير التحكيم. نعم. ووفق آليات يستخدموها ببساطة ودقة، يعني التطوير جاري ومستمر في آليات العمل للجان التحكيم، ونستطيع أن نقول أنها الآن بلغت مقدار كبير من النزاهة والشفافية والحيدة إلى درجة أنه ليس فقط عن بعد، ولكن عناصر التحكيم أو أعضاء لجنة التحكيم لا يعرفون حتى بعضهم البعض. لا يعرفهم أحد، وهم أيضا لا يعرفون بعضهم البعض للمزيد من الشفافية والنزاهة والحيدة. كذلك آليات العمل، كنا نستقبل البرامج عبر الآليات التقليدية السي دي ثم الفلاش ديسك، الآن للمزيد من التيسير والتسهيل على المشاركين وكذلك على اللجان، أصبحنا نستقبل البرامج عن طريق اللينك على الجوجل درايف. نطور الآليات. كذلك الجوائز، الجوائز نستحدث جوائز مالية، يعني سنويا جوائز مالية إلى جانب الجوائز الأدبية والمعنوية للأصناف الجديرة، بأن نمنح لها هذه القيمة المالية تشجيعا على إنتاجها. على سبيل المثال دراما الخيال العلمي تتطلب جهود غير تقليدية لمواكبة هذا النوع، وكذلك البودكاست والبرامج التي نسعى إلى تشجيع إنتاجها والتسابق على إنتاجها والتجويد في مستواها.
رائع جدا. نريد أن نتكلم بما أنك ذكرت المعايير أستاذ ياسر، هل تختلف هذه المعايير من دورة إلى أخرى في مهرجان الإذاعة والتلفزيون، وهل سيكون هناك معايير خاصة بدورة الرياض؟ بالنسبة للمعايير لا تختلف كثيرا، لأن المعايير هي يعني المعايير الحفاظ على كما ذكرت الوحدة إلى آخره من القيم النبيلة التي يسعى إلى تطبيقها جامعة الدول العربية واتحاد إذاعة الدول العربية. لكن ربما الآليات، آليات التطبيق هي التي يحدث بها تغيير وتطوير مواكبة للتطورات ومواكبة لريتم وإيقاع الاستماع، حتى لا نتأخر أو نتخلف عن الركب والمشهد الإعلامي. نطور من الآليات كما ذكرت، آليات القبول، آليات عمل لجان التحكيم، كذلك نطور في العمليات اللوجستية من التأثير على المشاركين ببرامج وتطبيقات. يعني نحدث ونفكر الكثير من دورة إلى أخرى، من التطوير والتيسير والتجويد والإبداع والتشجيع. يعني نسعى كذلك إلى التشجيع من خلال الجوائز، ربما الإذاعة لها نصيب الأسد في الجوائز. نعم. الإذاعة ربما جوائزها تفوق سنويا 60,000 دولار جوائز سنوية. جميل جدا. كيف ترى حجم المشاركات والإقبال على مسابقات المهرجان أستاذ ياسر؟ نعم، المشاركات تتطور من عام إلى عام، تتطور ليس فقط كما ولكن كيفا كذلك. نعم. كما ذكرت أصبح مشاركات من الإذاعة من كندا، من إذاعات خاصة أمريكية، من إذاعات أوروبية البي بي سي والدويتش فيلا ومونت كارلو، من إذاعة الصين، كلها عربية باللغة العربية. نعم. نعم. الإذاعات الناطقة باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم. فالإقبال حتى من الشركات الخاصة الإذاعية والإذاعات الخاصة والشركات الإنتاج الخاصة أصبح يتزايد. يعني بلغ هذا العام كم كبير من المشاركات، 145 مشاركة من 28 هيئة. لكن تعلم أن هناك لجان الفرز للمطابقة استبعدت بعض البرامج لأن يكون هناك الوقت لاستعادها، فبلغ عدد البرامج التي ستشارك 132 برنامجا. جميل. وهذا كم كبير من 27 هيئة. أنا أشكرك أستاذ ياسر جرانا، مدير إدارة الإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، على هذا الحديث الجميل والتوضيح عن الاستضافة وعن المسابقة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله تعالى على خير. وما زال الحديث حول يعني نقاط أخرى مختلفة مع ضيوف آخرين حول موضوعنا عن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22. ابقوا معنا. عودة لكم مستمعينا الكرام، يهلا فيكم مرة أخرى، وحديثنا ما زال عن انعقاد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تقام في دورتها 22 في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 إلى 12 من نوفمبر القادم 2022، باستضافة كريمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية. وتنتظم هذه الدورة بالتعاون والشراكة بين اتحاد إذاعات الدول العربية والهيئة المستضيفة. ومعنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة أيضا الأستاذة نبيهة بن صالح، مدير إدارة التلفزيون في اتحاد الإذاعات العربية أسبو، ومديرة المسابقات التلفزيونية في المهرجان. أهلا أستاذة نبيهة. أهلا وسهلا، أهلا بكم مستمعين إذاعتكم الكريمة. حياك الله. سدنا بيها، ماذا عن استضافة العاصمة السعودية الرياض لهذه التظاهرة الإعلامية العربية الكبرى انطلاقا من المكانة البارزة التي تحتلها المملكة في مختلف المجالات ومنها الإعلام إقليميا ودوليا؟
طبعا المملكة العربية السعودية تستضيف مشكورة ممثلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الدورة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هذه الاستضافة تمثل محطة جديدة للتظاهرة الإعلامية الأبرز في العالم العربي في تاريخه الممتد لما يقارب 4 عقود من الزمن. طبعا هذه الاستضافة تأتي في الرياض تأتي اعترافا بالدور السعودي الرائد والمتنامي في المشهد الإعلامي العربي، تجسيدا لما تشهده المملكة من تطور وتقدم في كل المجالات وما حققته من نجاحات باهرة في إدارة وتنظيم عدد كبير من المناسبات الكبرى. المملكة العربية السعودية تسير على خطى تنفيذ استراتيجية 2030 التي تمثل نهجا طموحا في الانتقال بالوطن إلى مساحات أرحب من النماء والتقدم. وستفتح هذه الاستضافة المنسجمة مع رؤية المملكة الاستشرافية نافذة أخرى لإبراز النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية التي تشهدها البلاد، وليسلط الأضواء على صورة المكانة السعودية عربيا وإقليميا ودوليا، ويؤكد عمقها العربي والإسلامي، وكذلك ليبرز الحراك الثقافي والحيوية التي يشهدها المجتمع السعودي والانفتاح كذلك على الثقافات الأخرى. لعل حضور أكثر من 1000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم وكذلك العديد من المنظمات الإعلامية الدولية في هذا التجمع الإعلامي الكبير يحمل مؤشرات إيجابية عن الازدهار والتطور الذي تشهده المملكة، وأكيد أنه سيمنح زخما وثراء للمهرجان في دورته 22. نعم. أيضا أستاذة نبيها، لو أردنا أن نتكلم وأنت بصفتك مديرة المسابقات التلفزيونية في المهرجان، ما هي المعايير التي تعمل عليها اللجنة لتقييم البرامج المشاركة بالمسابقة؟ طبعا المعايير هي تختلف من صنف إلى آخر. لو تحدثنا عن المسابقات وأصناف المسابقات، نجد أنه مثلا في التلفزيون هناك مسابقات في الدراما والبرامج والأخبار. بالنسبة لهذه الدورة وكل دورة فيها أصناف جديدة تتجدد وتتنوع لتركيز الضوء على أصناف في كل دورة. بالنسبة لهذه الدورة في صنف الدراما التلفزيونية مثلا تتنافس المسلسلات الاجتماعية وكذلك المسلسلات الكوميدية. بالنسبة للبرامج التلفزيونية تتضمن 4 أصناف، هي البرنامج التلفزيوني والفيلم الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية، الأفلام والبرامج الوثائقية العامة، برامج المنوعات والسهرات الفنية، وبرامج الأطفال. بالنسبة للأخبار في صنفين، التقرير الإخباري والبرنامج الحواري، علما وأن هذه المسابقات تنقسم إلى فرعين: مسابقة رئيسية تشارك فيها الهيئات الأعضاء في الاتحاد، ومسابقة موازية تشارك فيها القنوات الفضائية الخاصة وشركات الإنتاج وكذلك القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية. بالنسبة للمعايير، سألت حضرتك على المعايير، المعايير تختلف حسب المعايير التقييم، يعني تختلف حسب الأصناف. لو تحدثنا مثلا عن الدراما، تقوم معايير التقييم على ركائز العمل الدرامي مثل النص والسيناريو والحبكة الدرامية، التمثيل والأداء، التصوير والإخراج. بالنسبة للبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية، المعايير تشمل الفكرة والموضوع، الطرح والمعالجة، الإعداد والتقديم، والتصوير والإخراج، واستخدام المؤثرات الفنية. بالنسبة للأخبار التلفزيونية طبعا المعايير تختلف قليلا، حيث تكون مركزة أكثر عن الفكرة، الطرح لهذه الفكرة ولهذا الموضوع، على التقديم والأداء لمقدم البرنامج الحواري، تنوع الفقرات والتوازن في استضافة الشخصيات وضيوف البرنامج، وكذلك استخدام المؤثرات والتفاعلية مع الوسائط الحديثة، والإخراج الفني للبرنامج الحواري. والمحاكمين طبعا هم يستندون لهذه المعايير في إسناد علامات التقييم لهذه البرامج المتنافسة في إطار المسابقات. نعم. ورؤيتك للمشاركات وحجمها والإقبال على هذه المسابقة ومسابقات المهرجان أستاذة نبيها؟
طبعا المشاركات والإقبال على مسابقات المهرجان هي تتطور من سنة إلى أخرى، وهي من جهات متنوعة من الإنتاج التلفزيوني والإذاعي. هذه المشاركات وهذا الإقبال يعكس عراقة وأهمية هذه التظاهرة الإعلامية العربية الكبرى التي تتيح فرصة التنافس وفرصة تحفيز الإبداع وتحفيز تطوير الإنتاج الإعلامي العربي. نقدر نسوق على سبيل الذكر المشاركة في المسابقات التلفزيونية لهذه الدورة 22 المهرجان، تشارك فيها 15 هيئة عضو في الاتحاد، هي الهيئات الأعضاء، هيئات يعني الرسمية العمومية الأعضاء في اتحاد إذاعة الدول العربية، 8 قنوات فضائية خاصة و13 شركة إنتاج. عدد الأعمال التلفزيونية المشاركة في المهرجان بالنسبة لهذه الدورة بالتلفزيون 114 عملا توزعت على 82 عملا في المسابقة الرئيسية و 32 عملا في المسابقة الموازية. هذا طبعا بالإضافة إلى المشاركات في المسابقات الإذاعية، وهذا يعتبر عدد أو حجم محترم وحجم جيد بالنسبة للمشاركة في المسابقات. نعم، أنا أشكرك أستاذة نبيها بن صالح مدير إدارة التلفزيون في اتحاد الإذاعات العربية أسبوع ومديرة المسابقات التلفزيونية في المهرجان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على هذه الاستضافة وشكرا على هذه الفرصة لتسليط الضوء على جانب من فعاليات الدورة 22 للمهرجان. الله يسلمك. وما زال حديثنا مستمعين الكرام حول المهرجان والمسابقة التي تقام في مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورتها 22، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زال حديثنا في هذه الحلقة عن الدورة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المنعقدة في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة في هذا العام في الشهر القادم من نوفمبر. حديثنا مع طبعا الأستاذ حسام طبعا أو محسن عفوا الغمام، وهو المشرف على معرض المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 22. حياك الله أستاذ محسن وسعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شكرا على هذه الاستضافة الكريمة، معكم محسن الغمام مالك المشرف على المعرض التكنولوجي وسوق البرامج المصاحب للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نعم. الذي سينتظم من 9 إلى 12 المهرجان، والمعرض من 10 إلى 12 نوفمبر 2022. تفضل. نعم. كيف تقرؤون استضافة العاصمة الرياض للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 22 لهذا العام أستاذ محسن؟ إن استضافة الرياض لهذا المحفل الإعلامي الكبير لا يعكس الدور الريادي الكبير للمملكة في مجال صناعة الإعلام، كما يحمل المهرجان والمعرض المصاحب له فرصا ثمينة للتعرف على آخر المبتكرات في ميدان التجهيزات المستحدثة ذات العلاقة بالعمل الإذاعي والتلفزيوني. وفي هذا الإطار لا يفوتني أن أشيد بالمجهودات والجهود الكبيرة والتوجيهات التي تبذلها السلطات السعودية من خلال معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي لإنجاح المهرجان والفعاليات المصاحبة له من معرض ورشاد، بمتابعة مستمرة من الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ورئيس اتحاد إذاعة الدول العربية كذلك الأستاذ محمد بن فهد الحارث، وبدعم من موصول من المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام الاتحاد. إن هذه الاستضافة كما قلنا تعكس الدور الريادي للمملكة باعتبار مكانتها كمركز عالمي تتجه نحو الأنظار في كل المجالات، ومن المتوقع أن يسهم المهرجان بما يحمله من فعاليات في بالطبع من أعطاء الفرصة وأعطاء فرص للإعلاميين من خلال تبادل الأفكار وإنتاج العديد من الأفكار والرؤى الإعلامية التي ستسهم إن شاء الله في تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك وتوجيه المنظومة الإعلامية نحو آفاق أكبر وأوسع من الابتكار والإبداع. وقد أولت الإدارة إدارة المهرجان أهمية كبيرة من مختلف النواحي ومنها الإعداد المسبق له بشكل يليق بمكانة المملكة
حيث شكلت اللجان التي بدأت أعمالها في استقبال طلبات المشاركين، كما تم دعم المهرجان بالخبرات بجميع المجالات سواء التقنية أو شركات الإنتاج، وكذلك من أجل إخراج حفلتي الافتتاح والاختتام في أبهى صورة. كما حرصت الإدارة كذلك أن يقام المعرض وفق تصميم فني متناسق يمكن من مواكبة التحولات التكنولوجية المتلاحقة في العالم الإعلام بصفة عامة وقطاع الإذاعة والتلفزيون بصفة خاصة. نعم، يقام المعرض أستاذ محسن لأول مرة خارج تونس، ماذا سيقدم الأسبوع للمعرض في هذه الدورة؟ سؤال يعني وجيه، شكرا على هذا السؤال. إذن بعد عديد السنوات في تونس الخضراء، ارتأت الإدارة، إدارة الأسبوع وبرئاسة الدكتور الأستاذ الحارثي، إذن ارتأت أن يكون المعرض هذه السنة بالمملكة بالرياض تحديدا، وهذا أظن هو تكريس. نعم. وتكريس للبعد العربي، فهو المهرجان والمعرض العربي للإذاعة والتلفزيون، إذن هو تكريس لهذا البعد، وبالطبع هو فيه تنميع وإعطاء بعد إضافي من أجل مزيد إشعاع، لأنه في المملكة كما قلنا المملكة هي رائدة في هذه الأيام، رائدة في مجال صناعة الإعلام، ف الاستراتيجية والسياسة هي مزيد الإشعاع لهذا المحفل الإعلامي الكبير. نعم، الآليات والاشتراطات للمشاركة بالمعرض لهذا العام هل تختلف عما سبقها من دورات؟ لا، احنا في الاتحاد لإذاعات الدول العربية لا نريد أن نعقد الأمور. جميل. نريد تسهيلها، فنفس الإجراءات اعتمدت بخصوص التسجيل، وقد دعت اللجنة المنظمة للمهرجان الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالمشاركة في حجز مساحات خاصة بالمعرض إلى التواصل معها عبر عناوين إلكترونية أعدت للغرض، وكانت المشاركة وشروط المشاركة ميسرة، وقد تلقت اللجنة المنظمة العديد من الطلبات في وقت مبكر، و رغم نقولها يعني تغيرنا في الموعد. نعم. ولكن رغم ذلك فالاهتمام بهذا المعرض كان كبير جدا، وتعتبر هذه الدورة من عمر المهرجان استثنائية، حيث يشارك فيها إن شاء الله سيشارك فيها أكثر من 100 شركة من أكثر من 30 دولة، من أمريكا، من أوروبا، من أفريقيا ومن آسيا، وهناك حوالي 150 جناح عاد. احنا الاجنحه تسمى الاجنحه عاديه، فعلى مستوى الاجنحه هناك حوالي 150 جناح، ولكن كما قلنا حوالي اكثر من 100 شركه، وان شاء الله يمكن حتى اكثر، يمكن يصل الى 120 او اكثر، نتمنى ذلك. ولكن كذلك هناك 200 شخصيه من هذه الشركات، تمثل هذه الشركات وهذه الجهات الدوليه. نعم، الموضوعات البارزة في هذا المهرجان والمتوقع أن يتطرق لها من خلال فعاليات المصاحبة للمهرجان ما هي أستاذ محسن؟ طبعا عندما نقول موضوعات، لماذا هذه الموضوعات؟ نعم، الكثير من الخبراء والمختصين إذن هم يحاولون، إذن هذا المعرض هو يمثل فرصة كبيرة للنهوض والارتقاء بالمؤسسات الإعلامية العربية إلى مستوى عالمي، وهو يستقطب في كل دورة أشهر المؤسسات العالمية المصنعة والمدمجة للمعدات التقنية المتطورة وتوزيع المحتوى ومزودي الخدمات والتكنولوجيا وشركات الإنتاج العربية والدولية والهيئات الأعضاء في الاتحاد والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والأجنبية الناطقة بالعربية. فيتيح هذا المعرض للعارضين والوافدين فرص ثمينة يطلعون خلالها على آخر المبتكرات في ميدان التجهيزات المتحدثة ذات العلاقة بالعمل الإذاعي والتلفزيوني، وينير السبيل لهم للتكيف معها ومسايرتها. وفي هذا وضعوا هؤلاء الإعلاميين واللجنة اللجنة
لجنة التنظيم عدت يعني مائدة إعلامية من الموضوعات دسمة ومتنوعة وذات يعني مواضيع الساعة ومواضيع مستقبلية، وتكرس الاسم الجميل الذي الاسم التجاري الذي أسند لهذا المعرض هذه السنة من اللجنة المنظمة، وهو معرض مستقبل الإعلام. إذن مستقبل الإعلام يكون من خلال هذه المواضيع على غرار Extended Reality in Media، على غرار وضع استراتيجيات لمستقبل صناعة السينما في المملكة والعالم العربي والارتقاء به إلى المستوى العالمي. هناك موضوعات حول المحتوى العربي الهادف وكيفية تطويره، هناك حول الرسوم المتحركة المتقدمة والتأثيرات البصرية ثنائية الأبعاد، هناك السينما وقضايا المرأة نظرة تاريخية في هذا المجال. جميل. إلى جانب فرص جديدة لصناع المحتوى بالتطبيق على الأفلام فريلانس، إلى جانب الإنتاج المحلي في التلفزيون والإذاعة، وكيفية مواكبة التحولات المستقبلية، التحولات الرقمية أو ما يسمى Digital Transformation، الإعلام أو Migration، Digital Migration، الإعلام الرياضي وصناعة النجوم، موضوع كذلك سيطرح على مائدة الإعلاميين وهم لا يفوتون، أنا أذكر حوالي 1000 إعلامي، البودكاست والإعلام الجديد، ورشة سيكون هناك ورشة حول عمل التفكير التصميمي في ورشة الإعلام، كذلك لا ننسى أنظمة البث وأنظمة التكنولوجيات البث والمساهمة حسب على السواتل، فهناك ورشة عمل حول آخر أنظمة البث والتواصل والcontribution ما يسمى المساهمة، شبكات المساهمة عبر السواتل من الجيل الجديد في 6G، وكذلك مسألة الذكاء الصناعي. يعني لا شك أنك ستكون هناك ورش أهميتها في مستقبل الإعلام، إلى جانب طبعا كل صب في تنمية المحتوى العربي الرقمي ومواكبة المنصات الرقمية، وهذا كله كما قلنا يندرج في إطار ما يسمى كذلك الثورة الصناعية الرابعة، ألا وهي هذه التقنيات الجديدة، فكلها ستوضع للنقاش بإذن الله. أنا أشكرك أستاذ محسن الغمام، بس كلمة حب أقولها كلمة جميلة أحبت، لأنه ما زال عندنا الضيف التالي فنحتاج وقت لهم يعني إن شاء الله. تفضل أستاذ محسن. فحبيت أقول بس أنه بعد 40 عام في تونس الخضراء سنكون إن شاء الله إلى رياض المستقبل الخضراء، متمنين النجاح لهذه الدورة، وشكرا بإذن الله تعالى. وكان حديثا شيقا ومثريا حول يعني الأفياء التي ستكون إن شاء الله في هذا المعرض الرائع، معرض المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. شكرا لك أستاذ محسن الغمام، المشرف على معرض المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 22. إذن متابعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة اللي خصصناها للحديث عن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورتها 22 والمقامة في العاصمة الحبيبة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 من نوفمبر. هذا المهرجان الذي يهدف للمساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي على مستوى العالم بمختلف الدول، حتى في أوروبا وكذلك في أمريكا وغيرها من الدول غير العربية، لكن كإذاعات وتلفزيونات ووسائل إعلامية عربية في كل مكان في العالم لرفع مستواها على النحو الذي يلبي تطلعات المبادئ والهيئات اللي تعمل من أجلها ورصد الاتجاهات المبتكرة والجدة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان، وهي باستضافة كريمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية. وتنتظم هذه الدورة بالتعاون والشراكة بين اتحاد إذاعات الدول العربية
والهيئة المستضيفة. أخذنا فكرة شاملة عبر ضيوفنا الله يعطيهم العافية في حديثهم الشيق حول أبرز الفعاليات والمشاركة في المهرجان والمسابقة التلفزيونية والإذاعية والندوات والورش التي تقام في هذا المهرجان والمعرض اللي هو معرض الأسبو للإذاعة والتلفزيون. أشكركم جزيل الشكر على طيب الاستماع، وكذلك شكر لإخراج البث زميلة فدو بوغس والزميل رائد براجي. هذه تحية مني أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.